بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا نشكر جميع السادة الحضور، ونشكر كلية التربية شعبة التعليم المستمر لأتاحتنا هذه الفرصة لنا في إقامة هذه الورشة. طبعا ورشتنا عنوانها تصميم أسئلة باستخدام موقع كوزيس، من قبلي أنا المتحدث الدكتور حازم والدكتورة أحلام مجيد. طبعا برنامج موقع كوزيس هو احد المواقع الالكترونيه تستخدم في اعداد اسئله الكترونيه، وبعده مميزات كعده مواقع مثل الجوجل كلاس روم او الادمودو. هذا راح نتناول نقاط القوه والضعف والهدف من استخدام هذه المواقع. اولا راح نبدي الهدف من الورشه هو اعداد امتحان الكتروني للطلبه باستخدام موقع كوزيس مع التصحيح التلقائي. في البداية أولاً نحتاج إلى دخول الموقع باستخدام أي موقع بحث، قد يكون جوجل أو موزيلا. نكتب كلمة كوزيس، طبعاً هناك عدة خيارات، نختار موقع كوزيس.com. التسجيل في الموقع أما يتم عن طريق استخدام حساب موجود أو استحداث حساب جديد عن طريق الساين أب. طبعاً أيضاً يدعم حساب الجيميل، فإذا اخترت الساين اب استخدمت حساب الجيميل، او قد احتاج استخدم اي حساب اخر مو الا الجيميل، نذهب الى قد يكون يعمل الى ساين اب وذ ايميل. اذا استخدم الجيميل نستخدم اضغط كليك هنا، تظهر لنا هذه الواجهه التي تحتوي على طبيعه المستخدم، هل هو مدرس طالب او اي اختيار اخر. راح نختار بالتاكيد طالب تدريسي. الطالب طبعا راح يختار كطالب من يريد يجاوب على الاسئله. نختار تيشرز، تطلع لنا هذه الواجهه اللي تحتوي على اسم المستخدم والبريد الالكتروني والرقم السري. نمليهم. تظهر لنا الواجهه الاتيه اللي بها اما سكول او يونيفرستي، اي اختيار من الخيارات، نفس الشيء ماكو مشكله. بالنهايه تظهر لنا هذه الواجهه مال البرنامج اللي تحتوي على اسم المستخدم وسيرج وجريت كوزيس وماي كوزيس. طبعا جريت كوزيس تستخدم لي انشاء اختبار جديد، وماي كوزيس لاضغاء الاختبارات الموجوده، والريبورتس تعطيني امكانيه ان اشوف التقارير ونتائج الامتحانات ونسب النجاح. ميمز عباره عن ثيمات نحتاج احتياطيا، الكولكشن مجموعه الاختبارات الموجوده مسبقا. فهسه الان شلون نسوي اختبار او واجب استخدام برنامج الكوزيس؟ نذهب الى جريت كوزيس، تطلع لنا هذه الواجهه اللي تحتوي على اسم البرنامج، قد يكون تيست، وتحتوي على التخصص مثل ماثماتيكال، انجلش، فيزيكس، كيمستري، بيولوجي، ساينس او اي اختيار اخر. نختار التخصص مالتنا، قد يكون كمبيوترز. تظهر لنا هذه الواجهه اللي تحتوي على اختيارين، رايت يور اون وتليبورت. تليبورت يعطيني امكانيه ان استخدم اختبارات موجوده داخل البرنامج اللي هي صارت بوبليك مو برايفت. اما رايت يور اون تستخدم لانشاء اختبار جديد. اختار اختبار جديد، تطلع لي هذه الواجهه تحتوي على خمس مربعات حوار، هي ملتي تشويس وتشيك بوكس وفل ان ذا بلانك وبول واوبن انت. طبعا ثلاث خيارات الاولى بها تصحيح تلقائي، يقدر برنامج الكوزيس ان يقوم بالتصحيح بصوره تلقائيه. اما اختيار البول فهو لاستطلاع الراي، واوبن انت يستخدم للاختبارات المفتوحه الاجابه، اللي هي اختبارات المقالية اللي ما بها تصحيح تلقائي، لازم التدريس يشوفها وصحح، هو يخلي الدرجة تلقائية وليس إلكترونية. إذا اخترنا ملتي تشويس تظهر لنا هذه الواجهة اللي تحتوي على سؤال ملتي تشويس وعلى عدة خيارات أحتاجها. إذا كتبنا السؤال مثلا MATLAB commands returns the determinant of square matrix by using A، طبعا هذا سؤال MATLAB اختار متعدد يحتوي على اربع خيارات، وطبعا يمتحننا البرنامج الكوزيس ان نستخدم خمس خيارات كحد اعلى. تطلع لي بصوره واجهه طبعا تناسب مع واجهه الموبايل، لاحظ السؤال لاحظ الخيارات شلون ترتبت. اكيد هذا السؤال احتاج لفتره زمنيه احدد بها عن طريق هنا تحديد الزمن. واهم شيء برنامج الكوزيس هو يتيح ان نتعامل ويا المعادلات والرموز الرياضيه عن طريق استخدام الداله اف اوف اكس. طبعا هذه الميزه موجوده لا بالجوجل كلاس روم ولا بالادمودو. لاحظ اقدر هنا استخدم الرموز مباشره
اكتبها ببرنامج. واقدر ادرس صوره او اي ملتي ميديا بالبرنامج. لاحظ الرموز الاغريقيه هنا موجوده عندي، اقدر استفاد من عندها. طبعا بعد ما يكمل السؤال تظهر لنا هذه الواجهه. اقدر هنا طبعا اذا استخدم استنسخ السؤال نفسه واعيد صياغته او اسوي له ايديت او امسحه عن طريق هذه الواجهه. بعد انتهاء عمليه كتابه الاسئله اذهب الى دون او فينش. تظهر لي هذه الواجهه اللي اقدر ادمج بها صوره للاختبار. اقدر اختار لغه الاختبار والمرحله، وهذا الخيار مهم هو public او private. طبعا public اذا اسوي هذا الاختبار راح يكون اختبار موجود بالموقع كوزس واي واحد يقدر يستخدمه، بينما اذا خليته برايفت راح يكون خاص بمرحله طلابي. بعد الانتهاء تظهر هذه الواجهه مال اختبار. لاحظ الخيارات بها الوان وبها تشويق. هنا نقدر نحدد خصائص عامه للاختبار عن طريق الذهاب الى ساينت اتش دبليو. طبعا هذا يعطيني اقدر احدد فتره الامتحان ايش قد، اقدر انتقل الامتحان ايش وقت. البرنامج تلقائيا راح يعطيني هاي الفتره، واقدر اضيف عده ملتي ميديا كاداره صوت او صور تشجيعيه للطلاب او موسيقى اثناء اداء الامتحان او الاختبار. اقدر طبعا اعطي الكود للطالب مباشره من هذا البراكتكس، تعطيني اقدر اشغل البرنامج من يمي اجربه تجريبي، واقدر انطي شير للرابط وودي الى اي موقع، قد يكون جوجل كلاس روم او ادموندو، بس انط الرابط مباشره. لاحظ هنا اقدر استفاد من الرابط وودي جوجل كلاس روم، والطلاب اللي يدخلون جوجل كلاس روم يستفادون من الامتحان. طبعا بالتاكيد احتاج الى استلم التقارير للتصحيح التلقائي. اذهب الى ريبورت راح يعطيني امكانيه ان اشوف نسب نجاح الطلاب، باي سؤال ضعيفين، باي سؤال ماخذين درجه عاليه عن طريق الريبورت. طبعا نحاول اكمل اكثر اكيد. هسه الهدف راح نحدد هنا ما هي نقاط القوه لاستخدام برنامج كويزيز، يعني برنامج كويز ايش يختلف عن بقيه البرامج الادموندو او جوجل كلاس روم. طبعا الحلو في برنامج كويزيز يتيح لي ان استخدم بنك من الاسئله. يعني اقدر استخدم اسئله سابقه اشخاص بسوها استفاد منها. وكذلك اهم ميزه بهذا البرنامج هو التعامل مع المعادلات والرموز الرياضيه في اعداد تلك الاسئله. يعني اقدر اكتب دي معادله، بينما بالجوجل كلاس روم لازم احول المعادله الى صوره وادرسها كصوره. كذلك في ميزه كلش مهمه هو التشوق في الاسئله، اقدر اضيف تاثيرات موسيقيه، طبعا ابعد الملل، وطبعا يثير روح التنافس بين الطلبه. طبعا اقدر احدد بفتره زمنيه لكل سؤال، وهذه الميزه ما موجوده بالجوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم يحدد فتره زمنيه للامتحان ككل، هذا لا، لكل سؤال اقدر احدد فتره زمنيه. طبعا برنامج كوزيز ملائم جدا للاختبارات المتعدده حيث يتيح ترتيب عشوائي الاسئله والخيارات، وكذلك ملائم للاختبارات المفتوحه الاجابه اللي يقدر الاستاذ يصلحها يدويا وليس تلقائيا، ومناسب جدا لعمل اختبارات قصيره وسريعه. وكذلك ممكن اخذ الاختبار كرابط وتوجيهه الى اي منصه اخرى كالكلاس روم او الادموندو. اما نقاط الضعف في هذا الاختبار هو لا يتلائم مع الاسئله المطوله كما في اغلب برامج الامتحانات الالكترونيه، وكذلك غير ملائم لكتابه المعادلات الرياضيه للاجابه من قبل الطلبه. يعني الكويزز يقدر الاستاذ يكتب المعادلات بالاسئله، بس ما يقدر الطالب ان يكتب المعادلات. طبعا مقترح من اجل حل مشكله الاسئله المقاليه ذات الاجابات المطوله او الاشتقاقات الرياضيه، يجب تدريب الطالب على استخدام اي نوع من انواع الاجهزه اللوحيه التي تدعم الكتابه بالقلم الالكتروني، والبحث عن اي برامج تدعم ارسال تلك الاجابات كصور. طبعا هاي المشكله هسه عندنا انه شلون الطالب يجاوب الاشتقاقات الرياضيه. نحتاج حل هاي المشكله عن طريق هذا المقترح. طبعا شكرا لاصغائكم. طبعا هسه عندنا دكتور احلام راح تعطينا مثال تطبيقي لاستخدام برنامج الكويزيز مباشره عن طريق النت.
شكرا دكتور حازم على هذا العرض الوافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الحضور جميعا، وخير ما نبدأ به الحديث وبذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في البداية أتقدم بشكر الجزيل إلى عمادة كلية التربية وبالخصوص إلى وحدة التعليم المستمر على إتاحة الفرصة أمامنا وتقديم هذه الورشة، ونتمنى إن شاء الله الفائدة للجميع. حتى أسوي اختبار بسيط، أنا مسوية سابقاً حساب على موقع كويزز، فأكتب quizzes.com فتظهر لي هاي الواجهة. من خلال هاي الواجهة أدخل على حساب الخاص Get Started، منها عن طريق الجيميل مباشرة راح أدخل. الأخوة اللي محاضرين الورشة هسه كلهم دخلتهم إن شاء الله، يقدرون يتواصلون ويانا. فهنا عن طريق إيميلي دخلت هذه الصفحة الخاصة بي، وأنا مسوي امتحانات سابقة للطلاب. فأول ما تفتح الحساب الخاص بي راح تشوف هنا أمامك سيرش، هنا راح تكتب له في أي تخصص تريد، أو بس اكتب له اسم الامتحان اللي أنت، وعلى أساس الاسم الامتحان اللي راح تجري راح يطلع لك مجموعة من الامتحانات أصحابها مخليها على الموقع هل الفائدة للجميع. فمنها تبحث، وهذا إذا أنزل لي جوا شوف هاي مجموعة من الاختبارات ماثماتيك إنجليش سوشيال ستدي إلى آخره لانجوج، يعني مختلف التخصصات العلمية. منها هذا جوين أجين، يعني هاي إذا عندك كود مال فد اختبار معين تقدر تدخله منه. هنا هذه اللي موجودة على الجهة اليسار هذه الإعدادات، هاي إعدادات الخاصة بالبروفايل. فهنا شوف هاي الصورة اللي خاصة بالجيميل مالتي ومعلوماتي، فإذا أريد أغير منها بس فيو بروفايل راح تظهر لي هاي الواجهة. هاي منها أقدر أغير، من أخذ إديت هاي معلوماتي، أريد أغير اسم المستخدم، أريد أغير الحساب الإلكتروني إلى آخره. هاي اللي بالأسفل create a new quiz، إذا أريد أبدي quiz جديد فإما أبدي منها أو من هذه بالمصطرف الأعلى، يعني أمامك خيارين أما منها أو منها. هاي اللي تحتها find quiz، يعني البحث عن quiz موجود على النت جاهز ممكن تأخذ من عنده أسئلة. my quizzes توديك إلى تقارير، العفو، على الامتحانات اللي سويتها سابقاً لطلابك كلها محفوظة. هسا هاي كلها أنا مسويتها في وقت سابق، وأي واحد منها ذني أقدر أدخل عليه وأغير أو أستخدمه مرة ثانية، أضيف عليه سؤال وأستخدم. فيعني أقدر أدخل على كل الاختبارات اللي سويتها من هاي من ماي كويزز. الريبورت هذه مثل ما قال دكتور حازم، هذا تعطيك ريبورت عن كل امتحان أنت سويته، وكل امتحان أنت سويته ممكن تدخل عليه منه ويطلع لك تقرير كامل بأسماء الطلاب ودرجاتهم والوقت اللي امتحنت فيه إلى آخره. هنا هذه آخر وحدة خروج من الحساب، وهاي سيتنج، هذه كولكشن، كولكشن مجموعات، يعني شلون فولدر تحفظ بيه الامتحانات اللي سويتها سابقا، فعلى أساس الموضوع العلمي أو على أساس الكلاسات اللي أنت مسويها لطلابك، بعد هاي أنت حر بيها. خلينا نقول أنا أريد أسوي اختبار جديد، فأسوي create new quiz. هنا يسألني اسم هذا الاختبار، فأعطي اسم، أي اسم اكتب له. ورا ما اعطيته اسم التخصص في أي مجال هذا الاختبار، هنا ورا ما تختار التخصص حددت له التخصص ولا next. فهسا هذا كويز جديد. هاي طبعا اللي على جهة اليمين هاي الصورة الخاصة بالاختبار، تقدر تغيرها منها وتختار صورة من الحاسوب، حيتوديك هاي إلى جهاز الحاسوب وتختار صورة وراح تنزل لك هنا هاي الصورة. وبالأسفل أكو لغة الامتحان، منها تختار اللغة اللي تريد بها تسوي امتحانك، ومنها المرحلة بأي مرحلة تريد، ومنها تحدد له هل تريده متاح للجميع public يكون على الموقع موجود، أو private بس أنت وطلابك. فأفضل يكون خاص
بس أنت والطلاب حتى تحافظ على سرية الامتحان. هذه الإعدادات الأخرى، هذه شو اسمه الكمبيوتر، يعني هذا التخصص، وهاي أنا قلتها سابقا، فإذا تريد تغير بيها منها أيضا تقدر تدخل عليها واحدة واحدة وتكمل. فإن أنا اخترت نيو كويز، من اختارت نيو كويز يحدد لي أي نوع من الأسئلة تريد، multiple choice أو check box أو fill in the blanks، هاي الثلاثة الفوق تصحح تلقائيا وينطي الموقع عليها درجة، بس هاي اللي بالأسفل لا، هذه خاصة هذه النوع الأخير، هاي النوع الأخير هذه الأستاذ هو يصححها بنفسه. هاي استطلاع، يعني هذه مجرد شلون جمع آراء مجموعة من الناس هالشكل، هاي البول، هذه أيضا ما تصحح. هذه لإجراء استفتاء أو استطلاع للرأي استخدم هاي، يعني أكثر شيء اللي نستخدمها بالكويز والامتحانات اليومية هاي الثلاثة الفوق، لأن هاي تصحح تلقائيا وبالنسبة للطلاب أيضا سريعة تكون بالنسبة لهم. فإذا اختارت multiple choice راح تظهر لك هاي الواجهة، هنا تكتب السؤال، وإذا عندك معادلة راح تضغط منها راح يفتح لك، فعندك هاي مجموعة من الرموز هنا دا تشوف كلها التكاملات والمشتقات، وعندك الرموز الإغريقية أيضا موجودة، جماعة الميو والأبساي وكل هذه الاختيارات، وعندك خيارات متقدمة أيضا في الرياضيات إلى آخره. فتريد تكتب معادلة أو تريد مثلا ترفق فايل صوتي أو صورة، فمن هذا بس تضغط عليه راح يوديك إلى جهاز الحاسوب وتختار الفايل اللي تريد تحمله هنا بالسؤال. أيضا الأوبشن الأنسر اللي multiple choice اللي راح أخليها هم، كل واحدة منهن ممكن أنه أيضا تحمل معادلة، تكتب معادلة العفو، أو تحمل صورة إلى آخره. ورا ما تكمل كم خيار أنت تريد، فمنها تحدد للوقت الوقت، وبعدين تقول له save أو cancel، check box و fill in the blanks. هسه راح أروح على اختبار أنا مسويته سابقا للطلاب، فأدخل عليه من my quizzes، فهذا الاختبار هنا أنا مسويته سابقا، فراح أسوي edit حتى أسوي به تغييرات. فهاي الأسئلة، هسه هذا السؤال الأول فراغات، فأريد أدخل على هذا السؤال، فهذه الفراغات كتبت له السؤال هنا، وفي الأسفل حددت له الجواب الصحيح، احتمال أكو جواب ثاني أضيف، وعلى أساس يصحح، على أساس هاي الأجوبة اللي راح تكتبها هو يصحح، فتحط له الإجابة الصحيحة هنا. الإجابة الصحيحة هو راح يختار هاي أو هاي، يلقى الطالب يجاوب هذا الاختيار أو هذا الاختيار راح يعتبره جواب صحيح. أيضا تقدر تسوي معادلة وتحمل فايل صورة أو صوت، وتحدد للوقت وتقول سيف. هاي بالنسبة للفراغات. عندك نوع آخر مثلا صورة من جهاز الحاسوب، حمل صورة، وهذه الصورة بها فت كود معين، فت كود برمجي مثلا أو دائرة كهربائية أو أنت حسب تخصصك، واكتب له سؤال، وأيضا هنا اختيارات، فراح أقول edit أنا حتى أنزل على الخيارات. هنا بالmultiple choice لازم تحدد له الاختيار الصحيح، يعني قبل لا تسوي سيف، حتى إذا تسوي سيف يرجعك يقول لك اختار الإجابة الصحيحة، فتحدد له منها الإجابة الصحيحة، تكتب وتحدد الإجابة الصحيحة وتقول له سيف. والوقت طبعا أنت حر، كل سؤال تخلى عليه وقت معين. هذه أيضا multiple choice. نعم دكتور حازم، أكو استفسار؟ لا هذا عشريش دكتورة، نفتح باب النقاش الأساتذة؟ لا بس خلي أكمل، بس من رخصتك خلي أكمل. خلي أكمل. عندنا هذا القسم ترى ما ضامن. إن شاء الله. ما يخالف خلي أكمل. هذا اللي النوع هذا الاستطلاع للرأي، هذا ما بي إجابة، يعني حدد الإجابة الصحيحة. هنا استطلاع للرأي بس أنت تخلي له مجموعة اختيارات وهو راح يختار واحدة منهم، هذا استطلاع للرأي. قلنا هذا ما يصح. فراح أرجع لكم على
اختبار أنا بسويته سابقاً وأريد أسويه أمامكم، أروح على ماي كويزز، بس هذا الاختبار إن شاء الله نشوفه شلون. إحنا ورا ما كملنا وقلنا ندان، طبعاً هاي شرحها كلها دكتور حازم، مرينا عليها أساس على السريع، طلعنا هذه الاختيارات هذه. فإذا أنت عندك مجموعة من الطلاب ومتفق وياهم على وقت محدد بلاي لايف، يعني في هذا الوقت، في هذا الوقت تريد طلابك يتواصلون وياك، راح تقول لهم كونتينيو، فراح يظهر عندك هذا الكود. هذا الكود بس تضغط عليه هو يصير كوبي، يروح إلى أي مكان تريد مثل تدز لهم إياه بالطلاب، فتروح على المكان اللي أنت متفق ويا الطلاب وتنطيهم الكود. هسه خلي افرض اني طالب وارد اسوي هذا الاختبار، فجوين اي جيم، اكتب الكود واقول ستارت جيم. هسه اني انا كطالب، هاي هنا الثيمات ما راح ادخل بتفاصيلها، الثيمات يختارها الطالب، فراح انا رجعت هسه كاستاذ واقول ستارت. فاني هسه بديت ويا الطلاب ستارت، اشوف منو من طلابي دخل. هسه هنا كتدريسي، بس خلي انا شويه، هنا كتدريسي وهنا اني كطالب. هذا هنا كتدريسي، فاني اباوع على اللوحه. هسه عندي طالب واحد، من يكتمل عدد الطلاب عندي ايش اسوي؟ ابدي ب ابدي اعطي اذن للطلاب بانه يمتحنون. وراح تظهر لك على اللوحه هذه كل الطلاب اللي موجودين اللي دخلوا للامتحان وتفاصيل بها، فراح اختصر الوقت. احنا راح ارجع حتى اكمل ما تبقى من الشرح على الاختيارات البقيه. فبقية الاختيارات هذه إذا وعدت الأساتذة فيهم سماح. أي دكتور أنا لقيتكم واقفين، إن شاء الله هسه كلهم فيهم سماح حتى توقفين المحاضرة، مشكلة إن شاء الله. فأنا هسه هذا الاختيار الأول، يعني في هذا الوقت أنت وطلابك دخلت اللعبة، طبعا شلون كأنه مسابقة بين الطلاب حتى يظهر من المتصدر الأول من الثاني، يعني شلون يصير تنافس بين الطلاب. وبعدين راح يعطيك ريبورت كامل عليها. اما الاختيار الثاني فانت تريد انه تسوي ككويز او هومورك في وقت اخر، مثلا تعطيهم اياه، فاذا اختاريت هذا راح تظهر لك هاي الواجهه، راح تحدد لهم منه التاريخ وتحدد لهم الوقت صباحا او مساء، ومنها تنزل اكو اعدادات اخرى راح تحدد عدد المحاولات اللي راح يحاول الطالب، كم مره تريد تسمح له، هل تسمح له بان يشوف الاجوبه الصحيحه والأجوبة الخاطئة؟ لا، هاي كلها أوف. هنا التايمر يشوف الطالب حتى يشوف الوقت إيش قد بقالة من الوقت لكل سؤال، وهنا الشفل أوبشن، شفل أنسر، هنا تسوي يعني الأوردر مالتها تختلف من طالب إلى طالب بالنسبة للأسئلة والإجابات أيضا اللي هي مالتيبل تشويس، فيخربط مواقعها، كل طالب تظهر عنده بترتيب شكل. وعندكم هنا بلاي ميوزك، وهنا شو ميمز، هاي الميمز هي تظهر بين سؤال وسؤال للطلاب وتقول له continue. زين، فهاي وين انحفظت؟ هسه يقول لك وين تريد، على اي كلاس روم. طبعا هو راح يسوي ربط، خلينا نرجع على ذيك القائمه، فهي اما منا تختارها زي مثل ما سويتكم، او منا تسوي له بلاي، هاي مباشر تشوف انت نفسك انت تمتحن يعني مكان الطلاب وتشوف الامتحان شلون، او شير براكتس، فشوف شير براكتس وين ودتك، اما تسوي كوبي لهذا اللينك وتوديه الى اي تطبيق انت تريدهم يمتحنون عليه، كان يكون ادمودو او جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم طبعا هاي موجوده هنا، بس انا جربته مباشر على محرك البحث الرئيسي على جوجل، كتبته ودخل مباشر وسويت الاختبار. فهاي البرامج اللي مسموح نسوي بها شير، ومن ضمنها الكلاس روم، فاذا اختاريت الكلاس روم
فوين راح يوديك؟ راح يوديك على الكلاس اللي انا مسويته. انا مجموعه من الكلاسات عندي، فدخلت اختاريت واحد منهم، فاختاريت واحد منهم. ايش اسوي؟ اسوي مشاركه للطلاب واسوي بيست هذا الرابط واسوي مشاركه. لاحظ هذا، من خلال هذا الرابط يقدر الطالب يدخل للامتحان بعد ما يحتاج كود، ذاك الرقم الكود ما يحتاجه. اذا شوف كم طريقه عندك ممكن انه تخلي الطلاب يأدون مثل هيك نوع من الاختبارات. هو طبعا برنامج روعه ويبعد الملل عن الطلاب، وبموسيقى مثل ما شفتوا امامكم الشاشه اللي نفذنا هسه امامكم، وممكن واحد يستفاد منه وهو متاح للجميع. شكرا لكم ولحسن اصغائكم، واذا اكو احد عنده استفسار يتفضل بالسؤال. دكتور حازم. نعم دكتور حازم، استغرال هوست. كمل كمل، هاي هسه حولت عليك. خلي اصير هوست. يلا انا موجوده هم. اذا اكو احد من الحضور عنده سؤال. والصوت لازم ما تفتح دكتور، الصوت ما فاتح. انا ما فاتحه صوت؟ اي لا موجوده، انا فاتحه المايك، موجود عندي هذا الصوت. خليني افتح. انت افتح لي من يمك الصوت. فتحت الصوت هسه حبيبي. اي استاذ يطلب من عنده سؤال؟ اساتذه الافاضل. الو السلام عليكم. ورحمه الله. السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه دكتور فلاح طاحمو من جامعه الموصل. اهلا وسهلا دكتور. الله يسلمك ويبارك فيك. السؤال مالتي انه هاي المنصه الجديده انك تعتبرها الكويزز، انه هل انه الطالب ايضا لازم نفس العمليه اللي قام بها المدرس انه يبحث بالجوجل ويدخل على نفس العمليات اللي حتى يدخل بها حتى يشوف الاسئله اللي قبل يطلع على الكلاس روم؟ شلون يعني الطريق حتى نفرق بيناتها؟ هو اكيد هو هذا هو الدكتور، هو رابط مو برنامج، يعني هذا ما يحتاج تنصيب، يعني هذا مجرد رابط مو برنامج تنصيبي، حال حال الكلاس روم على حال المودو نفس الاسلوب. نعم يعني هو مثل ما تفضلت الدكتوره قبل قليل انه قالت انه الطالب انطيه الرابط مال الامتحان تلاقيه مباشره، يعني ما يدوخ وراسي يفوت على الكلاس روم؟ لا على العفو الكويزيز مو كلاس روم، من الرابط مباشره. نعم. يقدر يدخل كليك واحد، مو اللي يسوي سيرش. ما اللي يسوي سيرش. نعم ويقدر يعني يتواصل مثل ما قبل قليل شرحته انه يصير اسئله ويصير تفاعل مع المدرس. نعم اي نعم 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 شكرا جزيلا. يعني شكرا جزيلا استاذ دكتور حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الو. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بلا زحمة عليكم، المحاضرة هاي وين ممكن تنزل نقدر نتابعها مرة ثانية؟ لأن إن شاء الله راح أنزلها باليوتيوب. إن شاء الله ننزلها. إن شاء الله إن شاء الله. ممنونة شكرا. السلام عليكم. تأخرنا والله من دخلنا. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام طبعا. عليكم السلام. شكرا على المحاضرة. أهلا دكتورة بسعاد. بس يا ريت انا كتبت لكم على الشات السؤال بس الظاهر ما شفتوه. اكو فرق، اكو فرق بين هذا التطبيق عن البلانك كويز اللي موجود بالكلاس روم؟ الفرق بي دكتوره هو يدعم المعادلات الرياضيه من قبل الاستاذ، يعني اكو ميزتين بي نقدر. اي شفتها فد صفحه حلوه، لذلك انا يعني ايضا كتبت لكم هاي الملاحظه. اي نقدر نحدد وقت لكل فرع لكل سؤال، يعني مو بالكلاس روم انا اقيد نفسي بس وقت الامتحان ككل، مو لكل فرع احدد وقت. هذا بميزه تحديد وقت لكل فرع، يعني اعطي مثلا 15 ثانية 10 ثواني. وبميزه يتعامل بالمعادلات الرياضيه يكتبها بالاسئله. زين العفو، هاي المعادلات هو هذا دا اسال عنه، المعادلات هذه نفسها ممكن بتطبيق الاود مودول اللي هسه مطلوب من عندنا احنا على الاود مودول، لانه يعني لازم نسوي. لا بالاد مودول لا ما اقدر، الا نزل لك رابط، يعني انا اقدر انزل الكويز داخل الاد مودول، بس ما اقدر استفاد المعادله الرياضيه بالاد مودول. يعني ممكن اكو هيك اليه؟ اي اقدر اخلي الرابط اسوي الاسئله وبعدين اضيفها بالاد مودول. اي نعم. اي عادي ترهم.
أوكي شكرا جزيلا بارك الله بكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. العفو ولا مزاح، بس ممكن بس بالسلايدات الثلاث الأولية لأنه كنا يعني على الانتظار ما دخلتونا من البداية، بس على مود نعرف كيفية الدخول على هذا الموقع. ها نعم دقيقة. ممكن دكتور نعم. حازم. ممكن نعم. دكتور يعني ما بيشيل دخول مباشر، أنت تدخل بس تكتب quizzes.com راح نعم. تظهر لك تختار كويز كويزز موجود الموقع انت كأستاذ يعني تدخل عليه وتمضي نعم. ايميلك او تدخل من الجيميل مباشر يعني ما بيها في صعوبه ان شاء الله وتعطي باسورد ويوزر نيم بالرابط مال جوجل مباشره يظهر لك هذا quizzes.com شوفه نعم نعم يطلع لك الواجهه باستخدام الجيميل او اي ايميل اخر اوكي يعني ايميل الجامعه مال الايميل الجامعات يعني مو للجيميل حتى الايميل بس تستخدم ساين اب والايميل هسه ما عندك هنا خيارين اختار ثاني نعم نعم اوكي شكرا جزيلا دكتور حد سؤال نسات له السناء السلام عليكم السلام السلام ورحمة حياكم الله أساتذتنا الأفاضل وجزاكم الله خير على هاي المحاضرة الرائعة تسلم نحييكم عليها وهذا يعني برنامج أو تطبيق ممتاز طبعا لأني حل معضلة كتابة المعادلات الرياضية إيه نعم نعم ويعني عاشت ايديكم ونوهتونا على هذا وعلمتونا عليه وان شاء الله نستفاد يعني انا ما عندي يعني السؤال لان كانت واضحه وممتازه ممنون دكتور الله يحفظكم ويبارك بكم شكرا مع السلامه احد عنده سؤال من الاساتذه الو نعم دكتور حازم يعني اذا هذا البرنامج يعني كلش بسيط وباشياء ما موجوده بالبرامج الباقيه مثل هذا البرنامج اللي تريده من الوزاره ليش ما يكون هذا البرنامج يعني تقول للوزاره نستعمل هذا البرنامج بالامتحانات يعني بمعادلات بكل كل شيء وسهل حتى للطلاب يعني شيء روعه والله بعد ما ادري يعني هاي هي تدين سياسه الجامعه لا يعني مو يعني احنا ليش الوزاره كيف تعطينا احنا ننفذ وما تناقش بالعكس انت ودكتور احلام لما مسوين هذا البرنامج شيء روعه بالعكس واحد يوصله للوزاره احنا نستعمل هيك الوزاره كيف تريد تستعمل بس احنا كقسم هذا لان روعه وبسيط وحلو وبمواد معادلات ذاك ما بي حتى رموز ما بي كل شيء هو اسهل من المواد ابو خايف بصراحه كواجهه كتنظيم سهل دكتور حازم والأكثرين يقولون برنامج المودو مال ابتدائية بس بالنسبة لنا جديد نتعلمه بس هو مال ابتدائية بس هذا أحسن بالمعادلات وبالكذا يعني سسناء سسناء نعم. شكرا سسناء سسناء هو هذا ممكن نستفاد من عنده تأخذ الرابط ونوديه للإيد مودو أو نوديه لجوجل كلاس روم يعني ممكن إحنا نقدر نستخدمه يعني نخلي الأسئلة ممكن انه تسوين رابط توديه للادمودو او الكلاس روم ويصير الاختبار من هناك اها اي ممكن بس يا ريت توصلون بس دكتوره احلام يا ريت توصلون هذا للوزاره قوم ترى هذا الشيء احسن من قبلكم انت ودكتور حازم بالعكس شيء روعه لان انتم اهل الاختصاص تسلمين والله احنا عجبنا لان المعادلات بي وفد شيء يعني بعد الملل عن الطلاب فيزياء وما رياضيات فقرات حلوه بي اي صحيح مو صلاحيتنا سستنا بعد تعرفين التعليمات إن شاء الله خير ممكن سؤال السلام عليكم عليكم السلام شكرا لإدارة الورشة وشكرا للدكتور أحلام سؤالي بلا زحمة أنه ممكن مقارنة ويا الإدمودو أنه يدخل عضو لجنة امتحانية من ناحية حفظ الدرجات هاي ما ذكرتوها وإلا إذا هو
برنامج يقدر ينقل الموضة وجوجل دراس ومك فايدة. يعني أنت لو أخذت بس ثلاث نماذج من أنواع الأسئلة اللي هي الفراغات والتشيك بوكس والاختيار المتعدد، يعني هاي الصفة هي موجودة بالبوث بالاثنين جوجل كلاس روم والإدمودا، وفقط الميزة ذكرتها إنه بس عملية المعادلات، وهذه يعني عملية المعادلات تجد نسبتهم اللي يستعملوها يعني مو بذيك الفائدة. فقصدي إنه مو صغرا بالبرنامج، وإنما كل اللي ذكرته بهذا البرنامج الكويزز هو موجود بكل المنصات الامتحانية خاصة إدمودا. دكتور شكرا جزيلا. هو بعدة مميزات، مميزة كتابة المعادلات، ومميزة تحديد الوقت لكل فراغ ما موجودة لا بالكلاس روم ولا بالإدمودو، وبميزة ثانية ترتيب العشوائي للأسئلة والخيارات. يعني إذا جينا للكلاس روم يرتب عشوائي الأسئلة والخيارات، الإدمودو يرتب بس الأسئلة ما يرتب الخيارات. طبعا هذا يؤدي إلى زيادة الغش بالتأكيد، يعني إذا الخيارات وصل عشوائية أثناء العرض مال الأسئلة كل طالب الغش ازداد. طبعا هاي الميزة هم بي ترتيب عشوائي الأسئلة والخيارات، تحديد وقت لكل سؤال. طبعا ما موجود هذا بالكلاس روم ولا بالإدمودو تحت وقت لكل فراغ. هاي تدري دكتور بس العفو، بس الأهم أنه يدخل عضو اللجنة ويأخذ الدرجات، كيف نرحلها للماستر؟ هذا موجود بالإدمودة هنا ما موجود؟ لا موجود بأداء تقارير ليش موجود هم بالأكسل. لا موجود ما يقدر تتحول يعني بيب هذا خيار بالضبط. إذا تشوف الباور بوينت يمكن قدامك لو استاذنا خالي. دكتور ممكن بلا زحمة عليك دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا بيك. يعني هذا الملف الاكسل وحتى اكو بيه هو نفسه ممكن ترسله للجنه الامتحانيه، وممكن يعني انت تسوي شير وتنطي الايميل مالت اللجنه، هو برنامج بي شير، ويعني وتخليه اللجنه يعني هم يتعاونون وياك، يعني هم اكو يصير بي. تسلم، شكرا، ممتاز. تفضل اسالنا عندك سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.